اهلا اهلا، كدايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. القصه ديال اليوم كتهم المغربيات والجزائريات. يلا اختي، يلا هالمغربيه، يلا هلاله مغربيه، يلا هلالتي المغربيه. يلا الا كنتي مغربيه ديري لي قليب، والا كنتي جزائريه ديري لي قليب ورفعي صباعك. مزيان، انا عارفه كتبعوني الجزائريه. تحيه كبيره من هذا المنبر لخوتنا الجزائر. فهاد الاخت هذه قالت لك اختي امينه، انا من المتتبعات الاوفياء ديال قناه سمع حكايتي، ولكن بعد تردد طويل قررت انني نحط لك القصه، والناس اللي عندك في القناه هما اللي غادي يحكموا، وخصوصا الجزائريات. واش انا اللي فيا العيب ولا لا؟ ونتمنى من خواتاتي المغربيات يقولوا لي الصراحه. خليني انا مغربيه بحالي بحالكم، انا شهدو غير الحق وصافي. حتى كنت غلطه قولوا لي لا انت راكي غلطه. المهم البنات، هذه وصيه وصتها هاد الاخت هذه، قالت لي قولي هادشي قبل ما يدخلوا القصه ديالي مباشره ويسمعوا ليها. بغيت الراي ديالهم بحياديه، ما يجيو لا معايا ولا مع داك السيد، يجيو مع الحق. المهم كبدا ديري ما غاديش نطول عليكم، جيمو كومونتيرو بارطاجيو، الله يعطيكم الخير، ويلا نسمعوا القصه مجموعين. السلام عليكم، اسم ديالي ناول وفي عمري 29 عام، واليوم جيت نعاود لكم قصتي ومجرى فيها. انا خواتاتي عندي مشكل كبير معك حل العفطة وياه اختي، ولكن قبل ما ندخل لكم في القصة ديالي ما فيها بس نهضر لكم عليا شوية باش تقدروا تفهموا الحكاية ديالي من الاول. انا واحد البنت زادت وتربيت وسط واحد العائلة على قد الحال، ناس داخلين سوق راسهم. الاب ديالي مسكين خدام موظف بسيط على قد حاله، والام ربات بيت. حنا اربعه بينا، ثلاثه ديال البنات وذكر واحد، وانا هي الوسطانيه في خوتي. الحمد لله قرينا لعبنا جرينا درنا اي حاجه ممكن يديروها الدراري في العمر ديالي. انا خديت حقي من كل شيء، من الحنان ديال الاب وحتى من الحنان ديال الام. والدينا مساكن كانوا متمرين غير علينا، الام ديالي كتسمر لداخل والاب كيتمر على برا. مي في الاول ما كانت خدامه ما والو، كانت غير مقبلانا، ولكن فاش لقات الحمل على الوالد بوحدو مسكين، ما بيدو الكرا ما بيدو الضو ما بيدو الماء، راكم عارفين المصاريف ديال الحياه. نطه هي كتخدم مع واحد السيده. الام ديالي قبل ما تزوج بالاب كانت خياطه وعندها واحد المحل ديال الخياطه مع الام ديالها، يعني عندها واحد التصنيعه في يديها. من بعد ما لقات الظروف ديال الوالد شويه قاصحه قررت تخدم غير من دارها. كانوا كيجيو عندها الناس حتى للدار كيدقوا عليها، كتدخلهم لواحد الصالون عندنا صغير، كتشد لهم العبار، كتخيط مع الوالد، يعني كتعاون الوالد، كتخيط داكشي اللي قسم الله كتشدو، وكتقول الوالد هاك عاون به، يا الضو يا الماء يا الكرا. الوالد بطبيعه الحال ما كانش كيرفض الام ديالي تعاونه، داكشي علاش كانوا متعاونين على دوير الزمان. ودائما فاش كيكون بيناتهم المشاكل حنا ما كنكونوش عارفين، فوقاش كنعرفوا بلي الوالد والام ديالي عندهم مشاكل، حتى كنلقاوهم هكا فوق الطبله كيهضروا وكل واحد كيشوف الجهه، اما قدامنا ما كيتدابسوا ما كيقولوا لا طابت ولا خضرت. حنا حتى بدينا كنكبروا عاد كنعرفوا الوالدين ديالنا بلي متخاصمين، اما حتى فاش كنا صغارين كان كيجينا الامر عادي. الوالد ديالي مسكين كان مر واحد اللقيطه وصل لواحد الحاله ديال الموت، داكشي علاش اضطرت الام ديالي تخرج تخدم عند واحد الخياطه. هاد الخياطه كان عندها واحد الراجل عينو زرقين كيف ما كيقولوا. المهم مسكينه كانت كتخدم، واخا هكا كانت كتعرض للتحرش من طرف داك الراجل الخياطه، ولكن من بعد صافي ما قدتش تصبر على داك الشيء هذاك، وطلبت من ديك الخياطه قالت لي اختي عافاك الا بغيتي نخدم معاك جيبي لي الخدمه للدار، ما نقدرش نجي عندك للمحل. مع داك الخياطه كان عندها المحل كبير، وهي غير دافعه الجبهه وصافي، ما عندها لا صنعه لا والو، يعني هي دايره المحل دايره السلعه وجايبه البنات اللي كيخدموا. بيناتهم الام ديالي، بالام ديالي ولا كتحرش بها داك السيد بزاف، صافي ما قدرتش، اضطرت انها تسمح في الخدمه. ملي سولها الوالد قال لها علاش سمحتي في الخدمه، جاتو الصراحه قال لي داك الفلان والفلاني راه شنو ها شنو. هو الوالد ديالي مشى عنده هو مريض، كان قتلو كان فوت فيه الضربه. المهم مسكينه كانت غلطت حيت مشات قالت لبا كلشي. الوالد ما كانش من العاكزين، واخا مريض مشى عنده ما خلالوش، كانوا تقاتلوا هو وياه، جاب الله غير الناس اللي يعني فرقهم ودخلوا بيناتهم. ايوا صافي الام ديالي من تما حلف ليها الوالد قال ليها بالحرام دي منتي خارجه من الدار، لا لا حتى الخدمه في الدار ما تخدميليش. ايوا مسكين رغم ذلك في الاخر ولا حنت ولا خلاها تخدم، ولكن غير من الدار حيت ما كان عليها العين، لان الام ديالي هي اللي كانت كتعاون في المصروف. بقات خدامه حتى روح الوالد رجع للخدمه ديالو، صافي استمرت الحياه. واخا الوالد ديالي موظف زعما الخلصه ديالو باقيه هي هي، ولكن كان المصاريف علينا بزاف، راكم عارفين الكرا والضو والماء والمصاريف ديالنا حنايا راه بزاف تبارك الله. الام ديالي في هذه الفتره هذه اللي كان فيها مرض فيها الوالد كانت حملات، يوم جا الوالد يرجع للخدمه ديالو حتى كانت الام ديالي مسكينه كرشه على فما، داكشي علاش ما بقاتش كتخدم.
يوم تما وهي مقبله غير وليداتها ومقبله دارها، ما كتخدم ما والو. هذه الفتره ديال الطفوله ديالي. اما بالنسبه للمراهقه، ملي طلعت للسانكيام كنت واحد البنيته اللي قرايه داخله سوق راسي، من الدار للقرايه ومن القرايه للدار، يعني ما عنديش مع شي حاجه سميتها التفليه. كانوا كيعيو فيا البنات باش نتصاحب، كانوا كيجيبوا لي الدراري كي دايرين كيقولوا لي هانتي هذا راه باغي يتصاحب معاك، هذا راه باغي يخرج معاك، غادي يدير لك غادي يفعل لك، ولكن انا ما كنتش نهائيا كنعمر راسي بديك الشيء. كنت ضيعه في القرايه ديالي وداخله سوق راسي. الحمد لله قريت السانكيام السيزيام الباك، نجحت فيهم بنقاط اللي زوينين بزاف. الوالد كان موعدني قال لي بنتي الا نجحتي في الباك بشي نقطه زوينه غادي نشوفوا جي الجامعه اللي تستقبلك تقراي فيها فابور وقراي على راساتك. داكشي اللي كنا غادي نديرو. ولكن في ديك الفتره هذيك سبحان الله العين ديال البشر، مع كنت نجحت في الباك وكان دار لي الوالد واحد الحفله زوينه وعرضنا على الحباب والجيران، يعني داكشي بسيط وصافي. ولكن كانوا طيروني، تصوروا كنت زلقت من الدروج من الفوق وانا كنت كركب حتى لتحت. حنا كنا ساكنين في واحد العماره عندها واحد الدروج خايبين، وكنت طلعت غير نشرب الطبيل لامي. داك النهار اللي درت الحفله الله غديه امي المسكينه جمعت صبنت قدت الامور كنت كنعاونها، طلعت نشرت الحوايج جيت هابطه وانا نزلق، ما حبست حتى الدرجه الاخرى صافي كنت مشيت فيها. الدار ديالي الصراحه ما تقصحتش منه بزاف، ولكن واحد الجنب ضرني ملي داوني للطبيب وداروا لي الاسعافات الاوليه لقوني انني مضروبه في الكلوه ديالي، تصوروا الكلوه ديالي صافي دمغات. المهم دوزتها شي 3 شهور وانا مريضه بسبب ديك الطيحه. داكشي علاش داك العام هذاك ضيعتو ديال القرايه، واخا كانوا صيفطوا لي جامعات الصراحه ولكن ما مشيتش نقرا. كنت تقصحت حتى ميديا، مي شافني الوالد بحال هكا كان تشري لي التليفون وقال لي بنتي غير تلهي فيه. داك التليفون هو اللي عرفني عليك حل عفطه. مبقيت كنت نخدم داك التليفون غير بيد وحده حيت اليد اليسريه كانت تقصحات ليا حتى هي، كنت تقرت منها جوج ديال القردات. صافي بقيت شاد التليفون كندخل الفيسبوك، الاغلبيه كنت كنعمر في الفيسبوك، كنت كنتعرف على بنات على دراري كنبارطاجي اي حاجه بانت لي كنبارطاجيها. حتى لواحد النهار هو يدخل عندي واحد السيد في لي كومونتير بقى كيعلق لي على واحد الصوره حطيتها، وبدات كنت حطيت يديها كمقروطه وصورتها بالقبس بكلشي. دخلوا الناس اللي عندي يعني اصدقاء عندي كيقولوا لي الله يشافي الله يشافي، وهو قال واحد الكومونتير اثار الانتباه ديالي قال لي وتبارك الله هاد اليد زوينه وخساره وقع ليها بحال هكا. ما انا كندير واحد خويتي ما في يدي ويدي بالبي بدينا راكم عارفين بدا كيدخل يتفلى. صراحه ما عجبنيش الكومونتير ديالو مسحتو، ملي دخل لي كومونتير لقى الكومونتير ديالو ممسوح كتب لي قال لي علاش مسحتي الكومونتير ديالي انت مادام حطيتي واحد الفوطو الا باش الناس غادي يعبروا عليه ويقولوا داكشي اللي كاين. جيت انايا قريت داك الكومونتير وعاود مسحتو شي 3 المرات ولا 4 هو كيكتب لي كومونتير كنمسحو بحال ما عجبنيش الحال، حيت انا ما حطاش يدي باش يجي هو يقول لي بيضه ولا زويونه، انا حطيت يدي يعني باش الناس تدعي معايا بالشفاء. كنت كتبت دعيوا لي بالشفاء الله يشافيني. دخل عندي الخاص هو كان عندي من ضمن الاصدقاء، يعني انا كان فين ما كيجيني شي طلب الصدقه ماشي كنشوف ديال من ولا شكون، كنقبل وصافي باش نعمر حتى انايا البروفيل ديالي بالاصدقاء. هي داك دخل عندي الخاص السلام عليكم ما بغيتش رد عليه، قريت الميساج وخليته بلاكا. عاوتاني دخل المره الثانيه الثالثه من بعد قلت والله تنجاوبو حيت صدعني. قلت لي عليكم السلام اخويا شكون معايا؟ ها هو باينه فيه راجل داير الصور ديال البروفيل ديالو يعني حط صورتو الشخصيه ودخل يعني بذاكر ماشي يعني بنت ولا. قال لي اختي مالك دافع علينا كبير؟ قلت له خويا علاش غادي ندفع عليك كبير؟ شو درت لك انايا بالسلامه والعافيه؟ قال لي لا وانا كومنتات لك على نيتي انت مسحتي الكومونتير ديالي ومسحتيه مره وجوج وثلاثه على الزعمة واش ما عمرتلكش العين؟ قلت له علاش اخويا اش بيني وبينك؟ واش كنعرفك؟ قال لي لا. قلت له كتعرفني؟ قال لي اه. ايوا قلت له اخويا مني كتعرفني؟ نتشرفت انا بالمعرفه ديالك. قال لي لا انا كنعرفك غير في الفيسبوك سميتك كذا كذا حيت انا داخله بسميتي وكنيتي ما عنديش علاش نخاف ما عنديش نخبي. دايره فيسبوك وخبر الوالد والوالد هو اللي جاب لي اصلا تليفون وشحال من مره كنبارطاجي شي حاجه كنشاركها معاهم وحتى الوالد ديالي كان عندي من ضمن الاصدقاء. المهم هي هذيك قلت لي خويا ما فيا اللي يتفلى. انا واخا صراحه كنت كنهضر مع البنات والدراري ولكن داك التفليه الخاوي ما عندي ما ندير بها، كنهضر مع بنادم في اطار الاحترام وصافي. ايوا هي ديك درت فيه واحد الدوره شيطانيه وندير له بلوك. تم ما كاملاش حتى نص ساعه هو يدخل ليا بواحد البروفيل واحد اخر وكان داك البروفيل جديد.
كيطلب وكيزاوك اختي راه غيضحك سمعك وعلاش انتيا دايره بحال هكا ومالكي وانتوما دايرين وانتوما فاعلين. قلت له شكون نتوما لمن انت كتهضر شكون كتجمعنا كاملين وانتوما وانتوما. قال لي لا وغير انتيا تبارك الله عليك دغيا كتقنتشي وعلاش تغضبانه ودغيا كتغضبي. المهم قلت لي شوف اخويا انا دايره فيسبوك غير باش نفوج على خاطري ماشي باش نزيد الهم على راسي وانا عاد اللي فيا راه كافيني يعني ما تجيش تبرز لي عقلي. المهم من تما غادي يولي التواصل ما بيني وبين هذا السيد. بقيت هكا كنهضر معاه اليوم غدا بعدو وليت كنعطيه وقتي ندمت كاع علاش درت له بلوك وعلاش زعفت عليه واصلا علاش مسحت له ديك الكومونتير حيت بان لي الدري الله يمرها سلعه كيهضر بكل الاداب. واحد النهار طلب مني غير باش يهضر معايا صوت قال لي عافاك بغيت نهضر معاك صوت واش ممكن. قلت لي اتفضل ماشي مشكل. قال لي عطيني الرقم ديالك. قلت له صوني عليا في الماسنجر. قال لي لا من الاحسن عطيني الرقم ديالك ونصوني عليك. ترددت بزاف ولكن بعد عطيته الرقم ديالي صوني عليا بدا كيهضر معايا. قال لي اول حاجه الله يشافيك ثاني حاجه كنعتذر منك الا كنت هضرت معاك بشي اسلوب ماشي هو هذا. قلت لي لا ما عنديش مشكل يعني عادي. بقى كيهضر معايا كيسولني كيفاش وقع لك وعلى سلامتك وما يكون عندك باس. بدينا كنهضروا هكا شويه صافي من بعد قلت له اسمح لي غادي نقدر الوالد دابا هو دخل ما بغيتش نبين قدامه كنهضر معاك مع الوالده راني كنهضر في الفيسبوك ولكن باش نجلس نشد الحديث مع شي حد هكا في التليفون لا يعني كنت كنوقر الوالد واخا هو ما غايقول لي والو حيت كان تايق فيا. من تما بدا التواصل مع هذا السيد هذا ولينا كنتواصلوا انا وياه تقريبا شي 6 شهور وانا كنهضروا انا وياه في الاحترام. ما كيقول لي حتى شي حاجه. اللي عرفت على هذا السيد انه خدام واحد الشركه ديال السيارات بلا ما نذكروا الماركه ديالها هو المدير ديال ديك الشركه. واو ما شاء الله والله العظيم البنات الا انا صدمني ملي قال لي خدام مدير في الشركه وهذه وهذه. اصلا في الاول ما تيقتوش السيد اللي عرفت عليه انه مغربي ابن عن جد. جاتني واحد شويه لافوسو ديالها مبدله. قال لي لا انا راه هكا كنسكن في وجده كنسكن في الجهه الشرقيه داكشي علاش حنايا الجهه الشرقيه راه الهضره ديالنا لافوسو شويه مبدله مع العلم انني انا غربويه. قلت لي ماشي مشكل ما ديت ما جبت. قال لي عندي ثلاثه ديال خواتاتي من الاب ديالي شقاقين وعندي ثلاثه ديال خواتاتي يعني ما شقاقينش جوج بنات وولد يعني عنده 6 بحال نقولوا 5 ديال البنات وولد وهو الثاني يعني جوج ولاد وخمسه ديال البنات عنده بالمجموع كامل به هو. المهم بقى كيشرح ليا كيقول لي انا شنو فاش خدام خواتاتي فاش خدامين كاينين جوج ما كيكونوش في المغرب. فاش كنسولو فين كاينين خواتاتك ما كانش كيبغي يقول لي فين كاينين خواتاتو كيقول لي كاينين خارج المغرب ولكن فين بالضبط ما كنتش عارفه. المهم السيد عرفني على عائلته على راسو هكا غير شفويا يعني ماشي عطاني هضرت معاه ولا شي حاجه. قال لي فاش خدام شحال كيتيري في الشهر عنده دارو عنده الحمد لله فلوسو رزقو عنده كلشي خاصو غير الزوجه الصالحه كيف ما كيقولوا. المهم بقينا كنهضروا انا وياه حتى واحد النهار غادي جبد عليا الموضوع ديال الزواج. قال لي فلانه قلت لي نعم. قال لي تقدمت للخطوبه ديالك واش تبغي تزوجي بيا؟ قلت لي الخطوبه والزواج دقه واحده من على هاد السربه. قال لي شوفي والله العظيم اللي عرفك انت راه يخاف ان شي واحد يطيرك. قلت له ما كاين اللي غادي يطيرني يكون هاني. قال لي لا انا الا بغيتي وقبلتي عليا انا زعما مستعد نجي عند والديك ونطلبك منهم. قلت له ان شاء الله خلينا نزيدو نتعرفو شويه ومن بعد يكون خير. قال لي ماشي مشكل. بقينا البنات كنهضرو انا وهاد السيد هذا ظرف عام. المهم عام ديال التعارف انا الحمد لله بريت وليت بخير. عيا فيا الوالد تمشي تقري قلت ليه صافي غير القرايه اللي ما بغيتهاش. بقيت رحتي مع السيد كنهضر انا وياه صباح وعشيه الوالده في خبره كنهضر مع هذا السيد هذا. واحد النهار جبنا الهضره هكا هو اللي جبد الهضره كنا كنهضروا في السياسه هو جبد ليا الجزائريين. قال لي شنو رايك في الجزائريين؟ قلت ليه الجزائريين خوتنا والله على ما اقول شهيد زعما انا ما عندي حتى شي مشكل مع الجزائريين بالعكس كنشوفهم خوتنا. الا كانت شي حاجه بيناتهم بين الناس الكبار احنا ماشي شغلنا احنا انا بعدا كشعب كوحده من الشعب كنبغي الناس الجزائر كوني انني زعما ما كنسبش عليهم شي حاجه ما مزيانش. واخا كاينين بزاف ديال الناس كيبغيو يخلوضوا كيبغيو يعيبوا المغرب مع الجزائر ولكن انا ما عمرني الصراحه جاتني هاد الفكره ديال انني نكرههم ولا شي حاجه ما عنديش معاهم شي حاجه. قال لي كيفاش كيجيوك الجزائريين؟ قلت له جيراننا هو بحال ما عجبوش الحال نهضر بهاد الطريقه. قلت ليه قال لي علاش تقولي بحال هكا؟ قلت ليه شنو فيها ياك لا بس عاد. قلت له راه نتوما جيرانكم كثر مننا حنايا حنا راه بعادين علينا. المهم بقى مشي يضرب لما نقول لكم عليها السيد
بدا كيطعن باش يهضر ماشي هي هذيك. قلت ليه شتي حتى دابا جابنا حنا الجزائريين نظن ناكلوا اللحم ديالهم صافي جزائريين هما في دولتهم حنا في دولتنا زعما راه بعادين علينا. المهم قلت له الموضوع ما بقيتش باغا نهضر معاه في ديك الموضوع. قلت له هذا الموضوع مرة اخرى ما تبقاش تجبدو زعما حنا ماشي موضوعنا هذا، علاش حنا نضيعوا الانرجي ديالنا على شي حاجه اللي ما غادي دير لينا والو. عادي سولتيني السؤال جاوبتك عليه بكل صراحه صافي طوي وجمع حيت شفتو بحال تقندش. قال لي صافي ومن ديك الساعه ما جبدناش ديك الهضره هذيك. بقيت الخواتات مع هاد السيد تكملنا كيف ما قلت لكم عام ديال التعارف. قال لي شنو قلتي مازال ما بقيتي رديتي عليا؟ قلت ليه ان شاء الله الا كتب مرحبا ولكن تشاور مع والديا بعدا ورد عليك. قال لي لا تشاوري مرحبا. طبيعة الحال هضرت مع والديا، هضرت مع الام ديالي هي الاولى، الام هضرت مع الاب، الاب عيط عليا قال لي بنتي شنو كاين؟ قلت له واحد السيده والوالد تعرفت عليه غير في الفيسبوك وهذا الفيسبوك ديالو الوالد الا بغيتي زعما تهضر معاه وداك الشيء. قال لي واه. عطيت له النمره ديالو قلت له الا بغيتي تهضر معاه. قال لي كودي انا ما نقدرش نهضر معاه ولكن الا هضر معايا دابا نجاوبو. هضرت مع السيد قلت له هضر مع الوالد ديالي في التليفون راه باغي يهضر معاك. قال لي واخا. هضر مع الوالد صراحه قدامنا هضر معاه، الوالد كان مجهد التليفون سمعنا كاع داك الحديث اللي دار بيناتهم. قال لي ودي انا راه بنتك الصراحه تعرفت عليها غير في الفيسبوك وراه عجبتني العقليه ديالها وهضرت معاها وراه تفاهمنا دابا الا قبلتو عليا. قال لي الوالد اجي جيب العائله ديالك ومرحبا. قال لي ودي شنو غادي نقول لك؟ انا امي راه عندي ولكن با ما عنديش. قال لي الوالد كيفاش؟ قال له انا با ميت. قال لي الله يرحمه ويوسع عليه. ما علينا، انا كنت عارف ان با ميت، هو كان قال لي بلي با ميت ما عنديش با. المهم قال لي الوالد ماشي مشكله ولدي مات الله يرحمه ويوسع عليه، المهم جيب شي حد زعما اللي يهضر في بلاصه الاب ديالك. قال لي ودي ما كاينش اللي غادي يهضر في بلاصه الاب ديالي من غيري، انا غادي نهضر على راسي وغادي نجيب معايا خواتاتي، خويا الاخر خواتاتي جوج راه ما كيكونوش هنا في المغرب. قال لي فين كيكونوا؟ قال له كيكونوا برا المغرب. حنا كنا كنعتقدوا انهم كاينين في اوروبا، هما ما كاينينش في اوروبا. وهاني جايكم في التعاون. هاد السيد علاش دار بحال هكا؟ هاد النقطه بالذات اللي بغيت نعرفها، علاش وكيفاش؟ مع العلم انا ما عندي حتى شي علاقه بهادشي اللي غادي نعاود لكم. المهم كيف ما قلت لكم السيد تفاهم مع الوالد قال لي غادي نجي. مع العلم هاد السيد هذا كيف ما قلت لكم هو كاين في وجده وحنا كاينين في الغرب. جا السيد قال لينا راني غادي نجي في الوقت الفلانيه. بطبيعه الحال غادي يجي، جاب جوج خواتاتو، جاب امو، جا هو وجاب واحد، هو قال لينا عمي ولكن هو في الاصل ماشي عمو. من بعد غادي نعرفوا بلي داك السيد ماشي عمو غير صديق العائله جابوه معاهم. المهم جاو الناس كبروا بينا صراحه ما خلاو ما جابوا لينا. واخا الوالد كنبه عليه قال لي شوف نتوما غادي تجيو عندي الضياف مرحبا بكم، ما تجيبوا والو تنتفاهموا تنشوفك وتشوفنا مباشره وتشوف البنت مباشره. مع العلم هاد الدري هذا البنات كنت هضرت معاه كاميرا ماشي غير مره ماشي غير جوج، هضر مع الوالده ديالي يعني زعما في داك العام هذيك راه حنا كنا كنعرفوا بعضياتنا في الوجه وفي كلشي. واخا انا ما عمرني حطيت التصويره ديالي في البروفايل، كنت صورت راسي صيفطت له. كذلك هضرت معاه كاميرا، هضر مع الام ديالي نهار اول مره غادي يهضر معايا كاميرا، هضرت معاه قدام الام ديالي باش كانت تشهد علينا. هي هذاك جا السيد ما خلاو ما جابو. واخا الوالد ما عجبوش الحال انه يجيب داك الشيء كامل، قال لي انا راه قلت لك اجي غير انت وان شاء الله يكون خير. قال لي عمي ماشي مشكل، حنا تفاهمنا ولا ما تفاهمناش راه حنا جايين نضيف وما جاتناش ندخلوا بيدينا خاوين. قال لي الوالده ودي مرحبا واهلا وسهلا. دخلوا هاد الناس رحبنا بهم عطيناهم صوابهم كيف ما قلت لكم، قالوا باللي الاب ميت. قلت اللي هو قال لهم انا الاب ديالي توفى، لاحظنا ان الام ديالو بحال دارت واحد رده الفعل. وهادشي هذا ما غادي نعرفو حنا تا من بعد ملي بقينا كنلصقوا الاحداث، عاد غادي نعرفو ان السيد كان كيكذب فواحد الموضوع وماشي غير في موضوع، بزاف ديال المواضيع كذب فيهم. علاش وكيفاش والله العظيم ما عرفناش. المهم الوقيته اللي قال لي انا الاب ديالي توفى، السيده اللي معاه اللي هي الام ديالو شافت فيه واحد الشوفات ولات كتشوف في الاب ديالي وشافت فيا بحال دارت واحد الحركه بعينيها بحال ديال كيفاش. المهم ما علينا، هذه ما ديناش حنا في هذه القضيه من بعد هذا اللي بقاو نحكروا على بحال هذه المواضيع. هضر السيد مع الوالد قال لي جي طالب راه بنتك انا شنو كنخدم واشنو كنخدم. عطاه كارت فيزيت بالسميه ديالو، قال له ها الكارت ديالي، ها لاكارت ناسيونال ديالي، ها لاكارت فيزيت ديالي، ها الشركه اللي كنخدم. لدرجه الوالد والله ما شاف لا في لاكارت لا في داك كارت فيزيت. قال له سيدي شد وراقك عندك واش حنا رحنا في المخزن. قال له لاكارت ديالك عطيها لواحد اللي طلبها لك هو اللي تعطيها له، ما عنده حتى شي واحد حق يطلب لك لاكارت ناسيون من غير البوليس. الا طلبها لك البوليسي عطيه لاكارت ناسيون باش تعطيني انايا ما عندكلهاش. الزوج بالنيه والحرت بالنيه. قال له انا خدام في الشركه ديال السيارات وكيفاش انا المدير ديال داك
الوكاله هذيك قال لي الوالد مرحبا، عرفوا على الوالده ديالو، مراه طيبه زوينه حاجه، النور في وجهها من وجهها كيشعشع. وتهي هضرت معاه قالت لي حنا جينا طالبين راغبين، بنتكم راه عجبت الوالد وكدا وهادي، وتانتوما ناس طيبين. قال لهم الوالده ودي حنا ما عندناش مشكل، الله يسخر ليهم. فعلا داكشي اللي كنت فاهمنا على الخطوبه، فوقاش غادي نديروا خطبه رسميه، فوقاش غادي نقبل الخواتم، فوقاش غادي ندير العقد ديالي، فوقاش غادي نتزوج. زربوا عليا واحد الزربه ديال الشنط، ما خلاونيش نكمل حتى 20 عام قاده، ما جيت نكمل 3 شهور حتى كنت عاقده مقاده. درنا واحد الخطابه ديز هالكلام، وقلت ليها انا الا كنا غادي ناخروا العرس يعني نديروا الخطابه، ما كناش غادي ناخروا العرس، ما عندناش نضيعوا. قال لي لا لا انت ماشي شغلك، العيب والعار الا قلت لكم دي يدك وديري في الجيب، انت غير قولي بسم الله توكلنا على الله ويلا نطرقوا المسمار ما حدو سخون. قلت لها سيدي مرحبا. ايوا يا خواتاتي، هاد السيد هذا كيف ما قلت لكم ما بقيناش 3 شهور، درت العرس اللي كان مبرع، وهو الصراحه اللي تكلب بالمصاريف ديال العرس كامل. العرس ما غاديش نديروه في الغرب، غادي يقترح الوالد. قال لي شوف عمي، انا عارف باللي انت تبارك الله برزقك وبخيرك وبخميرك، ولكن يعني انتم ساكنين في بارطما شويه ديال الضيق، علاش ما نديرش واحد العرس؟ انا غادي ندير، انا غادي نكري القاعه وغادي نتكلف بكل شيء، انت ما ديرش يدك في الجيب، داكشي اللي غادي ديروه نتوما هنا انا غادي نديرو ليه، ديروا عرس مشترك وجده. ونبينا عليه الصلاه والسلام شنو قلتي؟ الوالد قال لها ودي انا بغيت ندير لبنتي عرسات، هي عندها حبابها وعندها عمامها عندها خوالاتها، زعما علاش غادي دير عرس كاين اللي ما يقدرش يجي حتى لوجده؟ قال لها ودي انا راني عارض عليهم، شحال شحال هذه ديال الطبالات تجيبوا 10 20 طبله، المهم يقول لي شحال عندك ديال الضياف على حسابي. قال لي الوالد لا، انا واخا ندير لبنتي الحنه في الدار بعدا ونكبرها لها، والعرس الا بغيتي دير لمرتك العرس اجي ديها من هنا ديال القاعه نيشان، واخا كان بعيد الحال. ولكن الوالد قال لي لا بنتي، انا غادي نفرح بك هنايا، غادي نعرضوا على الناس يجيو لتما للقاعه، ولكن غادي نعرضوا للناس كاملين بحال غادي ندير لك عرس. طبيعه الحال الوالد مسكين غادي يكبر لي ديك الحنه، دارها لي بحال العرس، والله العظيم الا درت فيها 3 ديال اللبسات، درت جوج لبسات هما الاولين، درت العماريه ركوني على العماريه، المهم شطحوا بيا فرحوا بيا، حتى اللبسه الاخرى عاد درت فيها الحنه عليها فين جا الراجل الثاني. فاش الثاني الراجل كان الوالد ديالي عارض على العائله، قال لهم اللي بغى يمشي لوجده وعندو زعما وسائل يعني باش يوصل تما مرحبا، اللي عنده شي طوموبيل ولا شي مهم مرحبا بكم، راه العريس عارض عليكم. كاين اللي مشى كاين اللي قالك لا بلا ما نمشي، والمهم مشينا حنايا واحد التكرفيصه تكرفصه في الطريق ما نكذبش عليكم، مع انا كندوخ كيدوخني الحديد بزاف، غير كندوز كندوز داك 20 كيلومتر كتلقى القلب ديالي كيتصلى. ايوا مشيت عروسه كيف ما كيقولوا، وصلت عجوزه، كنت غادي نموت في الطريق. المهم هي هذيك فاش وصلنا، وصلنا بحال كنا مشيت معاهم في الليل، وصلنا في الصباح يعني في الصباح بكري، داك النهار هذاك غير وصلت ارتحيت شويه، قالوا لي نعسي باش نفن الليل عندك العرس، غادي يكبروا العرس غادي يديروا شي 7 ديال اللبسات. وصلت ارتحيت، مشاو معايا العائله، مشاو خواتاتي، مشى الاب ديالي، المهم مشات معايا واحد خالتي، المهم مشاو معايا شي عائله باش غادي يحضروا معايا في العرس. المهم كلشي الامور هي هذيك، الرجل فرحان وطير بالفرحه، اما انا قلت الحمد لله ربي جاب لي رزقي من عنده، حسن ليا مشي قرايه وحسن ليا مشي جامع وحسن ليا من كلشي. داكشي اللي كان روحت ديك النهار هذاك، والله الا ملي وصلت نعس ما نوضت حتى شي جوج، عياو فاش ينوضوني باش ناكل، قلت لهم خليوني غير نعس ما بغيت حتى شي حاجه. ملي نوضت نوضت مزيانه في الفورمه ديالي، دخلت نعمة سيدي للدوش، ضربت بواحد التدويشه، المهم صافي توقدت وليت مزيانه، دخلت عندي امي العائله ديال الراجل، امور كلها بخير وعلى خير. جا الليل فين غادي نديرو الزرده ديالنا، المهم فرحانه وما قداني فرحه، داوني للقاعة كانت تما الكوفورة، النقافة اللي غادي تلبسني، حيت جابو لي الكوفورة والنقافة، الكوفورة كتصيب لي المكياج والنقافة كتلبسني. صافي يلا دخلنا، درت اللبسة الأولى ديال الأميرات، كانوا غادي يديرو لي عمارية هي الأولى. كيف ما دخلوني للقاعة الضياف راكم عارفين الناس الحيحة، المهم كأي عرس مغربي كبير، درت ديك اللبسة الأولى بالعمارية، طلعوني أنا وياه في العمارية، المهم منكذبش عليكم حسيت بالدنيا ديالي بوحدي. صافي جلسنا في البرزة كيتصوروا معايا العائلة ديالو، شوية هو يجي واحد الراجل تلقيناه وقف علينا، هو قال ليه مبروك عليك ولدي. أنا الراجل ملي شاف داك السيد هذاك العريس، غير شاف داك الراجل وقف فوق راسنا وقال ليه مبروك عليك ولدي، حسيت بيه لونو تبدلو، هو كان جالس وقف، هو يقول ليه سير خرج بحالاتك الطريق اللي جابتك تردك، هو
ولا كنقول ليه شكون هذا مالكم مع الموسيقى مجهده والناس يعني كيشطحوا والناس ملهيين. ولكن هذاك السيد قال له اولدي جابتني غير المحبه وجابتني المحنه. شدو من كتفو قال له ايه تخرج بحالك من هنا ولا غادي نعيطك للبوليس. انا قلت ليه فهمني شنو هذا الشيء شكون هذا. هو نطق السيد قال لي بنتي انا باه. السيد لافاسو ديالو مبدله. قلت لي كيفاش باه راه هو باه ميت. قال لي صافي وليدي قتلتيني ودفنتيني. قلت لي فهمني شنو كاين شكون هذا. قال لي سكتي انت ماشي شغلك هاد الامور هادي امور شخصيه خاصه بيا. قال لي دابا تخرج بحالاتك ولا غادي نعيطك للبوليس. قال لي شوف من ما بغيتي عيط انا هاد الليله جيت نفرح مع ولدي اللي هادي السنين ما شفتو ودابا ولدي انا جيت كنطلب منك السماحه. انا راني ولدي نادم على داكشي اللي درتو فيك ودرتو في امك. المهم شنو غادي نقول لكم انا هاد السيد هذا بحال اللي فيه الامر كنقول ليه قولي شكون هذا وكيقول يا بنتي انا راه باين هاد الدري هذا انا باين العريس انا شيخك. قالها لي بواحد الطريقه ماشي مغربيه يعني السيد لافاسو ديالو مبدله. كنقول كيفايه شنو هادشي شويه وانا نلقى موجات كتجري. قالت لي انت شنو كدير هنا زيد يلاه خرج بحالاتك وبركه مشوا خلي ولدك يدير عرسو في خاطرو. قال لها انت هي سبب هادشي كامل وانت اللي كرهتي فيا ولدي والله ياخذ فيك الحق. قالت لي خرج من هنايا ولا ما غادي يعجبك حال. شداته من يده وقودته خرجت به. وانا كنقول للراجل قول لي شنو هادشي انا راه ما فاهمه والو. قال لي اسكتي عافاك خلينا نكملوا هاد الليله بخير وعلى خير من بعد غادي نقول لك كلشي غير صبري. قلت لي ولكن قول لي انا بغيت نعرف شنو كاين كيفاش شكون هو هذا. انت كتقولي باك ميت ودابا هذا باك. قال لي غير اسكتي صبري تنسالي هاد العرس وغادي نعاود لك غوت عليا بحال هكا. المهم داك العرس تقلب عليا ما نكتبش عليكم داز العرس غزال بالنسبه للناس اللي كانوا حاضرين ولكن بالنسبه لي انا كعروسه كنقول يا ربي غير فوقاش يسالي. ايوا جوج لبسات والله ما قديت عليهم. قلت لهم صافي ما نلبسهمش حلفت للنقافه بالله. قال لي شوفي راه هادشي كلشي مخلص. قلت ليه ما عنديش مشكل انا ما بغيتش نلبسهم صافي عييت ما قديتش. المهم صافي هذيك مشينا كان مريزيرفي لوطيل مشينا لوطيل باش نديرو الدخله ديالنا. ولكن انا كنت غضبانه عليه وكاع العائله لاحظت داك الغضبه اللي كانت عندي اللي يعني اللي كنت غضبانه عليه. كلشي كيقول لك مال العروسه ما عندك كيوقع لها. جات عندي امي قالت لي مالك بنتي كلابس. قلت لها والو امي هي راني خيفانه ودهشانه. قالت لي بنتي ما دهشي ما تخافي من والو ان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان. ما انا كنت خيفانه من ديك الليله ديال الدخله وراكم عارفين. صافي مشينا لذاك لوطيل جا كيتقربني قلت ليه شوف الله يرحم ليك الوالدين قبل ما توشيني قول لي شكون هذاك الراجل. بغيت نعرف انا شكون داك الراجل. قال لي علاش بغيتي تعرفي. قلت لي من حقي نعرف واش انا مراتك ولا شكون انا واش عادي تبدا العلاقه ديالنا بحال هكا. راه الا بدات العلاقه هكا تبقى هكا حياتها كامله. قال لي شنو غادي تستفدي انتيا. قلت لي هذا راجلي انت راك راجلي وهذاك الراجل كيقول لك انا باه انا باك كيفاش وانت باك كتقول لي با ميت. قال لي بالنسبه لي لي انا با ميت ودفنتو شحال هادي ولكن بالنسبه لي هو راه باقي عايش. قلت له ولكن ما تهضرش معايا بالالغاز عافاك الا موضح ليا اشنو اللي واقع فهمني شنو واقع. قال لي اه هذاك با. قلت له ولكن كيفاش. قال لي انت سمعتيك بغيتي تعرفي الحقيقه هذاك راه با سالينا الهضره. قلت له علاش كتغوت عليا كيفاش باك وعلاش كذبتي عليا. قال لي حيت هو اصلا كان سمح فيا. قال لي دابا بغيتي غير تقلبي ليا المواجع اجي نعاود داك الحكايه وما فيها. بدا البنات كيعاود ليا لانه كان مزوج بالام ديالو وباللي هو تخلى عليها ومشى تزوج بوحده اخرى. المهم السيد باختصار شديد ان هذا السيد هذا الاب ديال راجلي هو جزائري الاصل جا تعرف على مغربيه اللي هي عجوزي تزوج بها ولد معاها الولاد وفاش ولدت معاه ربعه ديال البنات ولد اللي هو راجلي غادي تخلى عليها وغادي يمشي يتزوج بواحد الجزائريه بنت بلادو. وكان كيعايرها بالمغربيات كان دائما كيعايرها نتوما المغربيات نتوما دايرات نتوما فاعلات مع العلم ان الاب ديالو كان كيستقر في المغرب. فاش سمح فيهم خوا المغرب ومشى الجزائر تزوج مراه وحده اخرى ولد معاها جوج بنات وولد وتخلى عليه هو وتخلى على الام ديالو اللي مسكينه دوزت ظروف خايبه. عاود ليا شي حوايج خايبين بزاف في الظروف ديالهم ما بغيتش نكثر عليكم ونطول عليكم. المهم باختصار شديد ان هذا الاب كان ظالم لولادو والزوجه ديالو ولكن هو ما مقيدش في الحاله المدنيه على الاب ديالو لانه هو قبل ما يسمح فيهم باهم كان ما داير لهم لا ورقه لا جوج سمح فيهم هكا حتى ورقيهم ما دارهمش واخا كان عاقد مع المراه
شنو نضع ما تسمح فيها، ومن بعد غادي يطلقها غيابيا حيت باه لاباس عليه، كان لاباس عليه، ولكن من بعد ما بقى عنده والو بسبب مرتو الثانيه. المهم عاود ليا بزاف ديال الحوايج، انا كيعاود ليا ولكن داكشي كامل حطيته في واحد الجانب اللي ما بغاش يتفهم ليا البنات. علاش خبى عليا؟ علاش هو جزائري وقال ليا بلي انا مغربي؟ اهل بنات مو مغربيه بصح، ولكن الولد اللي راه كيمشي على با ماشي على الام ديالو، على الاصل ديال با، با اصل ديالو جزائري، ابا عن اب، ابا عن جد، علاش يقول لي انا مغربي؟ علاش كان كيسولني على الجزائر ويقول لي علاش كدافعي على الجزائر؟ علاش زعما هو حقد على با ويبغيني حتى انا نحقد؟ انا البنات ما درت له حتى شي حاجه، انا شنو درت له باش يجي ويقول لي انا مغربي هو جزائري؟ لحد الان انا وياه ما كنتفاهموش، داك الليله هذيك ديال الدخله دازت علينا كحله زحله، لدرجه انني كاع ما سلمت له راسي، وبقيت معاه على هاد المشاكل هادو حتى كملنا 3 شهور وانا وياه ما عندنا حتى شي علاقه. هو هز عليا نيفو غضب عليا، وانا كذلك غضبت منه. صافي انا وياه قدامهم كنبينو راسنا عادي، ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن بيني وبينه عندنا مشاكل كبيره. انا ملي كيبغي يتقرب مني ويجي يرغبني كنقول ليه انت كذبتي عليا، غير انا كنجبد له حس با هو كيدور فيا. واحد النهار قلت له انت جزائري علاش كتكذب عليا وتقولي مغربي؟ قال لي قدر شان كتقولي لي انا جزائري، انا ماشي جزائري، ما عندكش حق تقولي لي جزائري. وهذاك الاب اللي جزائري انا ما كننتميلوش، انا كننتمي للام ديالي مغربيه وانا مغربي. كنقول ليه شنو مال الجزائريين؟ كيقول لي ما تقوليليش انا جزائري، ولا قلتي لي انا جزائري راه ما نحملك ما نقبلك، فهمتي؟ ولا ما تقوليليش انا جزائري. تصوروا البنات من بعد داكشي عرضت علينا الوالده ودارت لينا واحد العرضه زوينه، مشينا للمدينه اللي ساكن فيها الوالدين ديالي. ما فاش مشيت عندهم بانت ليهم مغيره، جات امي سولتني قالت لي مالك بنتي ياك لاباس واش ما ولفتيش واش قدام؟ سولتني هذا السؤال قدام راجلي، قلت لها امي انا ما عندي ما نخبي عليكم، راه ما كاينه ما كاينه ما كاين، هذا السيد راه جزائري ماشي مغربي. ايوا ناض ما خلاليش قدام والديا، لدرجه تزعف عليا واحد الزعفه شيطانيه. دار فيه الوالد قال لي صاحبي مالك زعما كتعامل مع البنت بحال هكا؟ راه ما قالت والو، قال له اصلا نتايا كان في الاول تجي عندنا وتقول لنا ودي انا جزائري، مال الجزائر واش ماشي مخلوقات خلقهم الله؟ راه انت من بنادم وتوما انس وتوما راه مسلمين وكتجمعنا الشهادتين، علاش زعما مخبي الاصل ديالك؟ قال لي ما عند حتى واحد الحق يهضر على الاصل ديالي. قال لي الوالد حنايا شنو قلنا على الاصل ديالك؟ واش قلنا عليك شي حاجه د العيب؟ حنا ما عندنا حتى شي مشكل حتى مع شي حد، لا كان عندك حتى المشكل مع ولاد بلادك حنا ولا مع بلادك، حنا ما عندنا مشكل. قال لي انا ما عنديش مشكل مع بلادي، شكون اللي قال لك انا عندي مشكل مع بلادي؟ راه معمر الدم يرجع ما. قال لي الوالده ولدي شكون اللي يهضر معاك؟ شكون اللي قال لك شي حاجه؟ حنا قلنا لك علاش تخبي وصافي. والبنات كنحس بيه بحال منفصل من الشخصيه. تصوروا واحد النهار كنتفرجوا على الاخبار وكانوا كيهضروا المهم على هادشي ديال الجزائر، المهم اخبار في الاخبار كانوا كيهضروا على الجزائر، بداك يسب في المغاربه علاش وكيفاش وعلاش. عاوز واحد النهار جالسين انا وياه كنتفرجوا على الفيسبوك كان واحد الفيديو ديال واحد المغربي كيهضر هكا على الجزائر، راكم عارفين دوك الفيديوهات اللي كينتشروا، قال لك علاش وانتم مغاربه دايرين وانتم مغاربه فاعلين؟ شويه عاوتاني تهضري له على الجزائر يقول لك لا، تهضري له على المغاربه لا يقول لك لا، مغاربه احسن ناس. المهم راجلي ما عرفتش مالو، راه حمق غادي يحمقني. بالنسبه للبنات دابا انا حاليا عايشه معاه انا وياه مزيانين، حملت ولدت وليد معاه، ولكن دائما هذا المشكل عندنا. يعني انا كنحاول انني ما نجبدش مع الموضوع، مع العلم ان باه جا وتوسطوا له ناس وجدت لعندنا وطلب منه السماحه وما بغاش يسمح لباه. باه كيبان لي انسان الله يعمر راس العوال، وانه غلط ربما شحال هذه ما عرفناش المشكل، ربما حتى هو مسكين ماشي لخاطره. ولكن انا هذا السيد هذا اللي ما بغيتش نفهمه كل مره كتلقاه بوجه ما عرفتش البنات كيفاش نتعامل معاه، لدرجه ان ولده مره كيقول له انت ولدي جزائري، مره كيقول له لا انت مغربي. راجلي بحال فاش كيهضر في داك المشكل هذاك كتحسي به ماشي هو هذاك راجل، تبارك الله شخصيه زوينه، طول التجريده الزين، ملي يكون كيهضر مع شي حد هكا يعني صاحبه ولا تقولي انت هذا اسطوره في الكلام، ولكن فاش كنجبدوا شي موضوع بحال هكا، الا جبدت الجزائر ولا المغرب، الا جبدنا المغرب حصله، الا جبدنا الجزائر حصله، يعني هاد السيد ما كتعرفيهوش مع الجزائر ولا مع المغرب. انا ما فهمتش البنات والله ما فهمت، انا ويا لحد الان كنعاني مشكل مع راجلي كبير، كنعاني واحد المشكل كنقول ليه شوف الراجل ولادك ما خصكش اصلا
تخبي عليهم الاصل ديالك. ولدك خصك تقول له انت ولدي جزائري، حيت انت راجلي جزائري، انت جزائري وبك جزائري. كيقول لك علاش تقول ليا؟ مي كنقول ليه واش شفتي انا ولدي مغربي، كيقول لي علاش تقول ليا؟ هذا الراجل البنات غادي يحمقني وغادي يسطيني والله العظيم بسبب المشاكل اللي بيني وبينه. رجعت كنتبع القنوات ديال القصص، كنقول له ربما انا ننسى مشكلتي. وهاد المره صافي طلع لي الدم السيد. عرفتي شنو قال لي؟ كنت شكيت واحد الوقيته انني حامله، ساعه صدقت ما حاملاش الحمد لله، لاني كنفكر نتفارق معاه. قال لي شتي الا دات بنت غادي تكون مغربيه، وولدي انا غادي يكون جزائري، تزاد ولد غادي يكونوا جزائريين جوج بيهم. هاي كنقول له راه جزائريين، باهم جزائري، علاش تقولي لي باهم جزائري؟ وهاي البنات غادي يحمقني. وما بقيتش كنحمل كلمه الجزائر والمغرب تطق في الدار، وما لقيتش كيفاش ندير. نقول له انا ماشي مغربيه سيدي، غير تهنى صافي، عندك مشكل؟ انا راجلي ما عرفتش عنده مشكل مع المغاربه ولا مع الجزائريين، بغيت غير نفهم. كون كان عرفت ان راجلي عنده مشكل مع الجزائريين والله ما جبدهم على فمي، ولكن راجلي كيف ما درتي مع حصله. كنا كنهضروا في دارنا واحد النهار، كنتعاودوا كنتجمعوا، جا سولوا با واحد السؤال، قال ولدي منين باك في الجزائر، يعني من اي مدينه في الجزائر؟ هو ينوض واقف، قال له عمي عافاك من اخرى الله يرحم لك الوالدين، ما تجبديش السيره ديال با على فمك، انا ما عنديش با، با ميت. نهار جيت خطبت بنتك قلت لك انا با ميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد مسكين بقى غير كيشوف، قال له صافي صافي ولدي غير جلس، اسمح لي ما عمرني غادي نعاود. الوالد كيقول لها بنتي صبري معاه، وراجلك راه مريض، شوفي له شي طبيب. كيقول لي شوفي ما تجبدي له لا هك ولا هك، ديها في راسك وديها في سوق راسك، مع العلم انه كيتهلا فيا، ما كيخلي عليا حتى شي حاجه. ولكن هاد النقطه بالذات انا راه صافي طلع لي في راسي، طلع لي في راسي اخواتي، ما بقيتش كنحمل فيه الشعره، ما عرفتش باش نتفارق معاه ولا شنو ندير. انا قولوا لي غير كيفاش نتعامل معاه، حيت هاد السيد غادي يحمقني في دماغي. ملي كنجبد الطبيب نفسي كينوض ما كيخليليش. واحد النهار غير هضرت معاه عادي، قلت له شوف فلان راه كاين مغاربه كاين جزائريين، حنا خوت، سواء انت مغربي وانا جزائريه. هو يقول لي بزاف عليك تتكوني جزائريه. يا ويلي استغفرت الله، كيف ما درت معاه؟ قال لي بزاف عليك تكوني جزائريه. قلت لي صافي لنفرض انت سيدي جزائري وانا مغربيه. قال لي بزاف عليك تنكون انا جزائري. كيفاش بزاف عليك تتكون؟ بزاف عليا تنكون جزائريه، بزاف عليك تنكون جزائري. انا مغربي، انا مغربي اختي، انا مغربي عايش وعندي جنسيه مغربيه. لا حول ولا قوه. قلت له شوف انت مغربي وانا مغربيه. قال لي على الجزائر ما عجبوكش، ما عمرولكش العين؟ ايوا موتي انت، ايوا شتي شعر كنت فيه. والله الا كنت غادي نقول له زعما غير نمشي للطبيب نفسي، بغيت زعما غير كيفاش ندير له شي خطه باش يمشي للطبيب يتعالج، حيت راه جيب باينه فيه مريض. هو من ناحيه ديال التعامل معايا مزيان، اي حاجه بغيتها كينفذها ليا بداري بخيري بخميري، لاباس عليا الحمد لله. ولكن والله ما نكذب عليكم صافي طلع ليا في جني. حاليا كيقول لي خصك تنوضي تولدي، وانا البنات والله ما زعمت وما عرفت شنو غادي ندير. وعافاكم البنات، عافاكم الا ما نصحوني يقولوا لي شنو ندير، انا ما عرفت ما نتبع. وهذه قصتي اختي امينه، نتمنىك تعرضيها في اقرب وقت ممكن. وانا من هنا كنحيي الناس ديال الجزائريين، انا ما بيني وبينكم غير الخير والاحسان، خوتنا وخاوه خاوه. انا راجلي قولوا لي كيفاش غادي ندير معاه، ساكن معايا الجزائري محمقني مخرج لي عقلي، ما عرفت شنو غادي ندير معاه. بعض المرات كنقول انا هذا راه خرج مشي طبيب الحمق وتسلط عليا. وهذه حكايتي اختي امينه، ونتمنى لك مسيره موفقه في القنوات ديالك. شكرا لك والسلام عليكم ورحمه الله. وها انتم سمعتوا كاملين معنا القصه ديال اليوم ديال هاد الاخت هادي، اللي الصراحه والله العظيم الا حل حول ولا قوه الا بالله. بطبيعه الحال راجلك راه مسكين يعاني من مرض اسمه انفصام في الشخصيه، الظروف اللي يعلم الله شنو هي، وظروف ربي هو اللي كيعلمها بوحدو، بين الظروف ديالو ان مسكين من الصغر ديالو، الصغر ديالو الظروف ديالو كانت ماشي هي هذيك، يعني شي حاجه ماشي هي هذيك هي اللي اثرت عليه. المهم هاد السيد هذا خصو ضروري علاج نفسي، خاص واحد العلاج ضروري. كيفاش؟ ان شاء الله الله يهديه. شتي انا نقول لك واحد النصيحه، قولي لي غادي نتعالجوا انا وياك، ربما يبغي. قولوا نديروا واحد الحصص ديال العلاج عند شي طبيب اختصاصي ونتعالجوا انا وياك. قولي له انت هاد الفكره وشوفي شنو تكون ردة الفعل ديالو، سينو غادي تصبري معاه حيت مسكين
شي حاجه ناتجه على الصغر ديالو وقعات دابا ما عرفناش العيب واش في امك في الام ديال عفوا في الام ديالو ولا في الاب ديالو. راه ما غاديش حنا نحكموا عليهم، لان الا جيتي تسمعي من واحد الطرف واحد راه في شكل انت كان عليك تهضري مع جوزك هي اللي تلقى لك الحل لهذا الشيء، حيت هي هذاك الشيء اللي مأثر به ولدها راه ناتج على شي حوايج، ربما هي كانت كتعاود له شي حوايج. المهم السيد كنحس به باللي مقسوم على جوج، يعني السيد مقسوم على جوج، نصو مغربي ونصو جزائري، وشنو مسكين راسو شنو فيه شنو تقال ليه شنو شاف شنو تعاود ليه، الله سبحانه وتعالى هو الاعلم والاعلى بهذا الشيء كامل. داكشي علاش كنقول لك خلي امورك لله وطلبي الله سبحانه وتعالى الله يشافيه وينظر من حاله وشوفي كيفاش ديري حتى توصليه لشي طبيب نفسي، حيت راجلك فريمون كيعاني من هذا الامر هذا، وهذا الشيء ناتج كما قلت لك وعاودت لك شي حاجه في الصغر وقعت لهذا السيد اللي ما عرفهاش انت وما عرفهاش انا، الام هي الوحيده اللي عارفه المشكل، وخصك هذا الشيء هذا تفسري الام ديالو ولا خالتي ولا لالا ولا شنو كتقولي لها ولدك شنو ها شنو ها شنو، خصك تعاودي لي شنو كان واقع شنو المشكل. تقدري تكوني انت الطبيبه للزوج ديالك، هادشي اللي كاين اختي. كنشكرك في الاخير، شكرا لكم كاملين، الى ان القاكم استودعكم الله والسلام عليكم.